الهندو. الهندو، أجل، هذه هي الفكرة التي لن تبور. الهندو وليس غير الهند. الهند، الهند، الهند. الحرب، لا بد لنا من حرب، لا بد لنا من حرب طاحنة. داود، يا داود، وجدتها. ماذا وجدت؟ الهند. وجدت الهند؟ أجل، الهند. سأقترح على ناجد اشتراء 100 ناقة وجمل وبدخل النوق والجمال. ها، ستقوم بنقل بضاعة من ميناء قابوس إلى نفطة. بضاعة؟ ها، البضاعة التي ستقلها السفينة. السفينة التي سأقترح على ناشل اشتراءها. سأذهب على متنها إلى الهند فأشتري قناطر مقنطرة من التوابل والبهارات، ثم أبيعها وأتقاسم المرابيح مع ناشل، ثم أجدد المكرة إلى أن أصبح أثري نفطة. ما رأيك يا داود؟ أليست فكرة صائبة؟ أجل، إنها صائبة، ولكن ماذا سنفعل في الحرب؟ الحرب؟ أجل، الحرب التي ستقوم قريبا. ما أدرك أن حربا ستقوم قريبا؟ يجب أن تقوم حربا. يجب؟ أجل، يجب أن تقوم حربا، وإن لم تقم وجب أن أكون سببا في قيامها. كل هذا بسبب أن تعرقل قوافلي وسفينتي؟ أوه، ليست تعنيني سفينتك ولا قوافلك، لابد من قيام حرب، وهذا هو المهم. لن تقوم حرب. بل ستقوم حتى وإن أشعلت فتيلها بنفسي. لن تقدر يا حسود، ولن تقوم حربا قط. ستمتلك سفينتي تمخر عباب البحر رغم أنفك. بل ستقوم يا بائع التوابل، وستبدع الساعة بيني وبينك، ثم تسود الأرض بأسرها. إني أعلن عليك حربا لا هوادة فيها يا عروة. وأنا لن أحاربك شماتة فيك. بل ستحاربني، بل ستحاربني رغم أنفك. ويهك بها، ويهك، ويهك يا داود، ويهك. لا، تنحوا، تنحوا عن طريقي. تنحى يا ابو عامر، تنحى يا ابو عامر. ما الامر؟ ما الامر؟ قلت تنحى يا ابو عامر. لا لا، تتنحى يا ابو عامر، فانك ان تنحيت نحاني على الدنيا. سيتنحى يا عروه، ولا مفر لك من محاربتي. لن اتنحى، لن اتنحى يا داود قبل ان افهم على الاقل ما الذي يحدث. هذا الحسود يريد ان يمنع سفينتي وقوافلي من السفر. نعم، سفينتك وقوافلك. سفينتك وقوافلك. ما هذا الذي تقول يا رجل؟ سيدي، سيدي، يا سيدي، هذه يد أولى على الحساب، وهذه الثانية يبدو أنه يجمع نفسه، وهذا رأسه، فهو حي إذن. ما حكاية العربة مع هذا المكان بالذات؟ هذه حكاية عروة قد فهمناها، ولكنك تحدثنا منذ ساعة عن ضرورة قيام حرب، ولم نفهم بعد مصلحتك من قيامها. الأمر واضح وجلي، فهل تقوم الحرب إلا بأسلحة يا أبا عامر؟ أمر بديهي يا داود، فماذا بعد؟ وهل الأسلحة إلا سيوف ورماح وخناجر ونبال ودروع؟ هذا أيضا أمر معروف، فماذا بعد؟ يقوم نهشل عندما يعثر على الكنز بتمويلي، وأنا أشغل 50 رجلا وأصنع يوميا ما لا يقل عن 500 قطعة بين سيوف ورماح وخناجر ونبال ودروع، ثم تقوم حرب هوجاء بين فريقين، فأبيعهم الأسلحة المكدسة في المخازن التي سيبنيها نهشل، وتقوم حرب أخرى في جهة أخرى فأبيعها أسلحة جديدة، وأستعين ببعض الأصدقاء من ذوي النفوذ والدهاء فيشعلوا لأجلي حروبا في كل مكان،
وأبيع الأسلحة للجميع وأتقاسم المرابيع مع نهشل، وهكذا أصبح من أثرى أثرياء الأرض بأسرها. هكذا خيبك الله، خيبك الله يا داود. ما الأمر يا أبا عامر؟ أبو عامر على سواه، لقد أدرك أنك ستقضي على تجارتي بتجارة الموت التي تريدها. كلاكما يمكن له أن يصبح ثريا إذا أردتما. وكيف يكون ذلك يا خيران؟ لنترك داود يشعل نار الحرب ثم يصنع لها الأسلحة، وعندها يأتي دورك. وما هو دوري؟ تنقل بسفينتك وقوافلك الأسلحة بمقابل يدفعه لك داود، وبما أنك ستصبح صاحب مصلحة في الأمر فمن واجبك أن تسعى إلى إشعال فتيل الحرب في كل مكان تمر به سفينتك وقوافلك. أنا موافق. وهكذا تشتعل الدنيا ويموت كل من على الأرض ولا يبقى إلاكما. قلت أنا موافق. ماذا ترى يا عروة؟ أنا موافق، مع أن تجارة التوابل والبهارات أسهل. وجدته يا سيدي، وجدته. ناولني إياه بسرعة. إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ستة، سبعة، ثمانية. لقد أعدت عدها أكثر من مرة. فماذا وجدت يا سيدي؟ ثمانية أكياس فقط. فأين ذهب الكيسان؟ لقد جمعنا جميع الأكياس المبعثرة، فلعلك لم تجلب عشرة يا سيدي، لعله خيل إليك. وهل أنا مجنون حتى يخيل إلي؟ قلت لك جلبت عشرة أكياس وجدنا ثمانية، عشرة أكياس ووجدنا ثمانية. إذن فقد ضاع كيسان يا سيدي، وكل كيس يحتوي على مئة دينار يا أحمق. على كل حال فثمانية أكياس تكفي لعرس نهشل، ومع هذا فيجب علينا أن نجد الكيسين. هيا بنا نبحث، هيا بنا نبحث. نبحث يا سيدي، نبحث بسرعة. نبحث، نبحث، نبحث. بالفعل أتيت إلى نفطة وأشعت فيها كل ما أراد من حكاية الكنز، فهل أكون مخطئة أو مقصرة يا أخي؟ لا لا والله، لقد قمت بما طلبه منك وعلى أكمل وجه. ما دام الأمر كما ذكرت، فلماذا لم ينفذ نهشل وعده؟ وهل وعدك بشيء؟ بل وعد هذا التيس. بماذا وعدك نهشل يا تيس؟ تبا لك، هذا زوجي واسمه عبيد. ولكنك قلت إنه تيس. أنا أراه تيسا، أما أنت فخاطبيه باسمه. عفوك يا عبيد، بماذا وعدك زوجي؟ لقد وعد إذا أشاعت زوجتي حكاية الكنز في نفطة بأن يغرقنا في المال والهدايا والعطايا، ففعلت زوجتي ولكنه لم يفعل. ماذا أقول يا أخي؟ ماذا أقول؟ لا تقولي شيئا، فليس عليه أن ينفذ وحده، وإلا فسأكشف الأمر وسأقول إلى جميع أهل نفطة إن حكاية الكنز كذبة، كذبة ابتدعها نهشل وأنا روجتها. على رسلك يا جمان، على رسلك. سيعثر نهشل على الكنز قريبا وينفذ وعده. ولكن الكنز كذبة، كذبة ابتدعها نهشل. ليس كذبة، ليس كذبة، الكنز ليس كذبة. أنا فعلا موعود بكنز، ولكن يا جمانة أنا طلبت منك أن تروجي الخبر في نفطة، فأنا لن يصدقني أحد إذا أشعته بنفسي. هل أنت واثق أن الكنز حقيقة؟
كثقة أهل نفطة بأنك عرافة لا يتسرب الخطأ إلى تكهناتها. ما دام الأمر كما ذكرت فلا بأس، لا بأس أن نصبر عليك بعض الوقت، ولكن حذاري حذاري يا ناشل، فجمانة لن تسكت على حقها أبدا. هيا هلم يا عبيد. إلى أين يا جمانة؟ لن تغادري نفطة الآن، فالناس يا جمانة في حاجة إلى عرافة مثلك. مثلي؟ أجل، ويدفعون بسخاء، سيكونون كنزا قبل الكنز. ولكنني لست عرافة. بل عرافة، أنا وعزيزة وزمردة نجمع لك أخبار الناس وأسماءهم ومطامحهم وآمالهم، وأنت تسردين عليهم كل ذلك، فلا يسعهم إلا أن يصدقوا ويدفعوا بسخاء. الناس يا جمانة يصدقون من يبيعهم أحلاما، فلماذا لا نتاجر بالأحلام؟ نتاجر في الأحلام؟ ولما لا؟ عن أي قصيدة تتحدث يا رضي؟ عن أي قصيدة تتحدث يا رضي؟ عن القصيدة التي تلوتها عليك البارحة، التي أقول فيها: زمرداء زمرداء أواه يا زمرداء. والله؟ أنت تلوت على مسمعي البارحة قصيدة تقول فيها: زمرداء زمرداء أواه يا زمرداء. لا عليك يا رضي، هو مس من الجنون يصيب نوعا من الخدم. لا، حالتك ليست خطيرة، ثق بذلك. رضي، أنصحك بزيارة العرافة تيساء، هي في بيت شقيق نهشل. ليست حالتك ليست خطيرة. العرافة التيساء في بيت ناشل؟ يا لكيد النساء ومكرهن، البارحة تكاد تذوب مع كل كلمة من قصيدتي، واليوم تنكر أن تكون سمعتها. زمرداء هن كم زمرداء. إلى أين يا دعجاء؟ عودي عودي من حيث أتيت، إنك ستتشردين وستقاسين الويلات. عودي، فالحياة في المدن أصعب مما تتصورين. ونهشل، هل أعود لأتزوج نهشل؟ عودي إلى بيت أبيك وقاومي هذه الزيجة. فإذا أصر أبي ساعتها يمكنك الفرار. لا لا، أنا أعرف منك بأبي، لهذا أفر الآن. ومن أين لك بالمال لمواجهة الحياة في المدينة؟ المال؟ يا إلهي يا إلهي، ماذا سأفعل؟ يا إلهي. المال؟ لقد وجدت المال، لقد وجدت المال، فلا مشكلة بعد الآن. هل أصبحت الأرض تنبت أكياس النقود؟ Thank you.
ناسر. لقد طال انتظار يا نحشر. لماذا انتظر يا نحشر؟ وانا من البارحة انتظر. شيء من العدل يا نحشر. على رسلكم، على رسلكم يا جماعة، ستدخلون جميعا وستقابلونها واحدا واحدا. قليلا من الصبر ارجوكم. عجل عجل يا نحشر. إنها ما تزال مشغولة مع زوجة صديقنا، فانتظروا. ساقك كادت أن تغادر البيت ثم عادت إليه بسرعة. أي والله، فأنا كدت أن أغادر بيت الزوجية. أعرف، أعرف يا ابنتي، إلا أنني أكتفي أن أقول أشيائي بالإشارة. إشاراتك واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الاجتهاد. أريد فقط أن أعرف إن كانت هناك إشارة إلى الإنجاب. ساقا مرسومة في التراب ترنو إلى الطالع خلف السحاب. هات الرد، هات الرد، هات الجواب. هل تأمل مهجة في الإنجاب؟ هل تأمل مهجة في الإنجاب؟ صمت مخيف كصمت القبور، فهمهمة مثل رشح الدهور. سطور تمر خلف سطور. نهشل! أمرك إلي بالبخور، إلي بالبخور. أبزعتني يا خالتي تيساء. سهل سهل يا امرأة، سهل يا امرأة، دعيها تدقق. طائر، يجب إعداد المزيد من الفطائر. ما أسهل أن تقولي ما قلتي، وما أصعب أن أنفذ ما تطلبين. الفكرة فكرتك، فإن شئت عدلنا عنها. أرى أن تخرجي بهذه القصعة قبل أن تبرد الفطائر. زمردة زمردة، واهو يا زمردة زمردة زمردة، واهو يا زمردة زمردة زمردة، واهو يا زمردة. عجبي، كأني سمعت هذه القولة قبل الآن. زمردة زمردة، رضي، سمعتها من رضي. اي والله، زمردة زمردة. ولكن كيف بلغت إلى عزيزة؟ تكون مجرد صدفة. مهلا 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 يا جماعة، مهلا. أعدوا المال أولا، الفطيرة بدرهمين. أتبيعين لنا الفطائر ونحن ضيوف في بيتك يا عزيزة؟ وهل تراني أطعم كل هؤلاء بدون مقابل؟ ولكننا ضيوفك يا زوجة العزيز الغالي. لا والله، ما أنتم بضيوف، وإنما جئتم لمقابلة تيساء لمعرفة ما يخفيه لكم الغد. فمن شاء منكم أن يعتبر نفسه ضيفي فليمتنع عن مقابلة تيساء، وأنا أطعمه فطيرة بدون مقابل. أما من جاء لتيساء فليدفع، فماذا ترون؟ هل جئت ضيفا يا عروة؟ بل لتيساء. وأنت يا خيران؟ جئت لتيساء وما بي رغبة في الفطائر. تيساء، جئت لتيساء فلا تسأل. إذن لزم على من جاء أن يدفع. أدفع أدفع أدفع. تفضل خذي. تفضل
أي النقود 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 أولا. ما رغبة في الفطائر ولكن الجوع يدفعني إليها. هاتي فطيرة. النقود أولا يا جماعة النقود أولا. هات النقود. هيا النقود أولا. هيا تفضل. وأما من أرادت أن ترضي بالإنجاب بعلها فلتقلب في البيت نعله ونعلها. ثم ماذا؟ لا شيء. أقلب نعله ونعلي فيكون الإنجاب. هذا ما قاله رسم ساقك في التراب. ما هذا؟ الحساب يا قارئة الرسم في التراب. أستغفر الله أستغفر الله أن تلمس يدي هذا الكيس. عفوك يا خالتي تيساء، إذن فخذه أنت يا نهشل. أنا؟ حاشا أن تلمس يدي هذا المال. ماذا أقول يا حرة؟ بالنسبة إلى هذه المرة أفرغ الكيس في هذه الجرة. وهكذا تفعلين إذا أعدت الكرة. فمتعك الله بالإنجاب يا حرة يا ابنة الحرة. تفضلي. فليدخل يحيى النساج قبل أن تغيب الأفلاك والأبراج. ولماذا؟ ولماذا يحيى النساج؟ لقد دخلت قبله يا نهشل. وأنا أيضا. أهذا هو العدل؟ يحيى تفضل. يحيى قبلنا. شكرا شكرا يا سيد الأسواق. يحيى هذا هو الخان. هيا ادخلوا يا رجال. أين صاحب الخان؟ أنا صاحب الخان. أنا صاحب الخان. فهل من خدمة أيها السيد؟ أنا ماكسن ابن حبوس. أهلا وسهلا. أهلا بالشيخ ماكسن. مرحبا. مرحبا بكبير البربر. مرحبا. بورك فيك. لقد جئت ومعي هؤلاء الرجال نروم المبيت في خانك. على الرحب والسعة أيها الشيخ ماكسن. على الرحب والسعة. ولكني أعرف أن البربر لا يغادرون ديارهم إلا لأمر هام، فأرجو أن يكون خيرا. الأمر هام فعلا يا أبو حمزة. خادمك أبو حمزة. نعم الاسم نعم الاسم يا أبا حمزة. شكرا. سأكون في الخدمة إذا رأيت أنني أنفع في هذا الأمر الهام الذي جئت من أجله. الأمر هام فعلا كما قلت لك، ولكنه بسيط في نفس الوقت. وغاية ما في الأمر أن جد جدنا تزوج جدة 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 نهشل، وكانت امرأة جميلة يقال لها خضرة. خضرة. لعلها تلك التي وعدت نهشلا بالكنز. ها، ولأجل الكنز جئنا. ها، فنحن شركاؤه فيه، فنعترف لنا فيكون هذا هو المبتغى. وإلا إن أنكر علينا حقنا فسيجيبه هؤلاء. ها؟ الحرب الحرب على نهشل. الحرب الحرب على نهشل. الحرب الحرب على الأعمام. الحرب الحرب على الأعمام. الحرب الحرب على الأخوال. الحرب الحرب على الأخوال. حرب؟ هل قامت الحرب؟ هلموا إلى هذا الجناح يا سادة، هلموا، فإنه يتسع لكم إن شاء الله. أما نهشل فإنه سيعترف لكم بما تريدون. فالصيحة التي سمعتها لن تترك له مجالا للتردد. نعم. يعترف فيكون قد كفانا وكفى أخواله وأعمامه شر القتال. وإلا تفضلوا. آية. آية. تفضلوا. تفضلوا.
على حظك يا دعجة، دخلت نفطة فدخلتها الحرب. أولادنا نحبوهم، محبتنا ولهوتنا بيهم في السنين الأولى يخليهم يكبروا متوازنين. كيف يوصل صغيرنا عمره 3 سنين نهزوه للروضة، هكا يزيد ينمى ويكبر وتقوى شخصيته ويتعرف على محيطه. لينا شقاولك؟ مش وقايت كان اختاروا روضة باهية ونظيفة يكونوا فيها المربين المتكونين. مهم إنه الوالدين يختاروا روضة تتوفر فيها كل الظروف اللي تساعد على النمو السليم للصغير، مربين مختصين يطبقوا في البرامج الرسمية، وسلامة الصغير فيها مضمونة. شنو برامجكم؟ برامجنا مدروسة بتتماشى مع عمر الصغير. روضتنا تخضع للمراقبة والتفقد. نجم نشوف الروضة؟ بالطبيعة مدام، تفضل. مرسي. الوالدين ينجموا يزورونا في كل وقت. هذه اتفاقية طبيب، وهذا النظام الداخلي ووصل الإيداع وشهادة التأمين. صغير معانا يلعب ويتعلم وسلامته مضمونة. أولادنا قد ما نحبوهم قد ما نردوا بالنا عليهم. مين عباني بمين؟ بام بام.